الصحة طبعا الملف ده خليني أقول من أكثر الملفات نجاحا، مش بس على مستوى مصر لا العالم كله بيتكلم عليه. خليني أبتدي بالنجاح الأكبر اللي حققته مصر، و يعني خليني أقول إن أنا يعني كنت في الأمم المتحدة واتكلموا على الموضوع ده، ألا وهو نجاح مصر في ملف فيروس سي والقضاء على فيروس سي، وقد إيه إن الدولة المصرية حطت في دماغها بعد ما كانت أكبر نسبة إصابة بمرض فيروس سي بقينا 0.5%؟ تقريبا، وخلاص إحنا داخلين على إن إحنا نبقى ناخد شهادة الخلو من فيروس سي نهائيا. طيب وأول دولة على مستوى العالم يعني. لا الرحلة دي أكيد وراها مجهود، أكيد وراها تخطيط، أكيد وراها إصرار، أكيد وراها إرادة. الإرادة السياسية موجودة وكانت موجودة وما زالت موجودة، والحقيقة مش عايز أقول الملف أهمل خلال عقود، لكن هقول إن من 2014 الملف ده خد عناية، وزي ما حضرتك قلتي في كذا أضواء كثيرة لازم نتكلم عليها، وفي مش عايز اقول ان احنا وصلنا للكمال، لا لسه بدري قوي وشغل كتير قوي، لان في فيروس سي؟ لا مش في فيروس سي، انا بتكلم على ملف الصحه ككل. لا انا خليني في فيروس سي، انا هكلمك في حاجات كتيره في ملف الصحه. انا يعني فيروس سي الموضوع ده احنا عملنا فيه اعجاز والعالم كله بيتكلم، واحنا عملنا مسحه لما يقرب من 68 مليون، عالجنا 4.5 مليون حاله وانتهينا من هذه الحالات، والحنفيه بتاعت فيروس سي اتقفلت اللي هي بتاعه العدوى. ما هو متبقي ما سوف يكتشف في المبادرات الاخرى وبتعالج، فانا بعتبر ان خلو مصر من فيروس سي معجزه تمت والعالم كله بيشهد لها. لكن بدواء مصري، مش بدواء مصري، ما هي دي كمان النقطه، وده بدواء مصري. خلي بال حضرتك ان هو دي برضو اراده سياسيه، لان هذا الدواء كان يكلف مئات الالاف من الدولارات للجرعات للفرد الواحد، وصلنا ان احنا نعمل هذا البروتوكول نتيجة مفاوضات جدية ان ينتج في مصر وينتج باسعار قابلة للتنفيذ، ان قابلة للحكومة المصرية ان تعالج بيها فيروس سي. الملف ده رائع، بس مش ده الملف المضيء الوحيد. لا ما انا حاجة الملفات تانية. طب حاجة الملفات تانية. خليني يعني